إنه 30 يونيو كان يوما من أيام الله وعلامة من علامات شعب يأبى إلا الحياة بكرم. خرجت الملايين من كل مكان تهب، ولأن جيش الشعب لا يخذله أبدا، إحنا إيدينا تتقطع قبل ما تتمسك. انتصرت مصر وبدأت تاريخا جديدا من قلب الأحداث. من بين سطور الأسطورة الخالصة نبحث ونفتش عمن كانوا هناك، راهنوا على أن المستقبل لمن يبحثون عنه، قرروا مصيرهم واختاروا طريقهم وشدوا الرحال إلى وطنهم. نوثق معا شهادات من صنعوا الحدث حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة. معكم نستعيد أيام المجد، نحكي ونتحاكى عما جرى لوجه الوطن. 30 يونيو شهادات للتاريخ. أهلا بكم. بدأنا في الحلقة الماضية توثيق شهادة وزير الثقافة الأسبق الدكتور عبد الواحد نبوي على 30 يونيو أيام المجد والكرم، وتوقفنا معه عند حادث مفصلي عندما تولى دار الكتب والوثائق القومية رئيس مجلس إدارة إخواني، وضعته الجماعة هناك دون أن تكون لديه دراية بما تعنيه هذه الدار وبما تمثله من خطور. وفي الوقت الذي اتفق مع العاملين في الدار والمساعدين له على أن يستكملوا العمل، فإذا بهم أمام قرار لإنهاء انتدام. دخولك في هذه الفترة كان أستاذ التاريخ في جامعة الأزهر إلى دار الوثائق، كانت المهمة الأساسية المطلوبة منك وقتها إيه؟ الأرشيف البريطاني بيقول 1000 year، إحنا عندنا وثائق لألف عام، إحنا عندنا في الوقت ده لما كنت موجود حوالي 110 مليون وثيقة بتتغطى المنطقة. أنا دخلت الدار دي كان كل اللي موجود في الدار 40 فهرس ورقي. طبعا، وهنا برضه دي من اهتمامات رئيس الوزراء على مستوى الجهات السادية. ظهر الإخوان عندكم في الدار يسألوا على وثائق يعملوا حاجة؟ التوعية بفكرة الأرشيف الوطني ده مش موجودة بشكل كبير. شكل لجنة من الجهات دي مع دار وثائق قومية، وقولوا دولة اللي هنفرج عنه ودولة اللي مش هنفرج عنه. اهلا بحضرتك مرة تانية يا دكتور. اهلا بك يا فندم. موقف عبثي شوي. طبعا. يعني انه اجتماع يوم الثلاث 4 يونيو مع رئيس مجلس دار الكتب والوثائق بتتكلموا فيه على العمل في الفترة اللي جاية، على اجتماعات عشان تستمعوا منه ويستمع منكم، وإذا بيوم السبت 8 يونيو تبلغ قبل الخروج من بيتك إنه خلاص قرار إنهاء انتدابك صدر. يعني اللي حصل بعد كده؟ يعني ده أولا ده سلوك الإخوان الغادر. سلوك. طبعا يعني هو ده يعني تحس في تاريخهم كده يعني في غادر دايما. فراجل تعالى صريح قول والله يا جماعة أنا ما مش هقعد معاك ولا هتكلم ومولوش داعي. يعني كلم بصراحة. بس عشان نقول حاجة، هو اولا لم يكن من صلاحياته ان هو ينهي انتدابنا. مش من صلاحياته. نهائي. اولا صلاحية رئيس الإدارة المركزية دي او نائب رئيس الهيئة ده وكيل اول وزارة. وهي من اختصاص رئيس الوزراء. وبيفوض الوزير في اصدار القرارات الخاصة به. تمام. فهو عشان رئيس هيئة هو اللي يصدر القرار بانه هو ينهي انتدابنا، فده قانونا خطا. وانا حتى رديت على مدير المكتب قلت له بص بلغه ان قرارك خطا وان اللي ينهي انتدابنا انا صادر لي قرار وزير فلينهي وزير. قال له لا، ما الوزير مفوضني. وده غير صحيح تماما، مفيش حاجه اسمها، لان القاعده القانونيه المفوض لا يفوض. يعني هو مفوض في صلاحيات رئيس الوزراء، فانت فما يفوضش رئيس هيئه في صلاحياته. حتى مش عارفين قانون، حتى مش عارفين قانون. قال لي لا ده خلاص، وما معانا الوزير ما الدكتور ما تحرجنيش. وقلت له خلاص مفيش مشكله. ما كانش انا كنت لوحدي، كان معايا الدكتور صبري الدالي ده كان رئيس الاداره المركزيه للمراكز العلميه، كان معايا الدكتوره نيفين موسى دي كانت ماسكه مدير اداره الجوده بالدار، كان في الدكتوره ايمان عز الدين كانت مسؤوله مديريه المكتبه التراثيه بباب الخلق. يعني احنا 4 بقرار في يوم واحد، وقال ان هو يعمل بالقرار، هو صادر 8/6 يعمل بالقرار من 9/6. تاني يوم تاني يوم اللي هو يوم الاحد، يعني يا دوب بس تروحوا تاخدوا حاجتكم من المكتب بالضبط. فلا احنا ما حتى ما رحناش،
يعني فما لقينا الموقف لا يحتاج هذا الامر. لكن احنا بقى يعني الناس عرفت بقى ساعتها وكان في نوع من يعني ردود الفعل الشرسه. احنا التقينا وقتها بالضبط, احنا التقينا وقتها ونشرنا في الفجر. طبعا في الفجر. انا فاكر انا فاكر ده بالضبط. طب ايه حيثياته يعني هو خد القرار ليه؟ اولا هو ما كلمناش ولا قال لنا والكلام هو قاله. من ضمن الطرائف في حد عمل معاه لقاء اعتقد كانت الاهرام انا اتذكر, وبيسالوه يعني انت ليه مشيت الناس. يعني سيدنا محمد لما جه على الدكتور صبري الدالي قال لهم ده استاذ, وبعدين بيقول للناس اللي واخده دكتوراه من هنا ان الدكتوراه بتاعتكم تحت بير السلم مثلا. يعني انت هتشيل واحد عشان حتى لو ولم تتيقن ولم تتاكد ان هو يعني ما سالتوش انت قلت الكلام ده مثلا او لا ليه. لما جه مثلا الدكتور نيفين ده من كلام موثق في حوار مكتوب مكتوب يعني. الدكتور نيفين قال اصل الدكتور نيفين دي بتاعه وثائق وفي موظفه تانية هنا ممكن تقوم باعمالها, غير ما انما هي حتى ما كانش بتتقاضى مبلغ ولا حاجه. طب الدكتور عبد الواحد ليه؟ اصل الدكتور عبد الواحد استاذ مساعد وهو مش استاذ, فيعني ما طب ما انت هتجيب مين يعني. وبعدين دكتور عبد الواحد موجود, انت كان بقالك فتره شغال يعني انت لو تبص عليها الفتره من يعني انا بقول احتكاك من 92. خلينا ان انا طيب ده ما اعلنه يا دكتور. هو ده ما اعلنه, ده قاله في الجرايد. ده اللي قاله بالظبط. لكن حقيقه الوضع هل كان لا فيه؟ حقيقه الوضع ان هو يجيب ناس منهم, لان اللي حصل كالتالي بقى. هو الفكره دي كانت بدايه هي اخوانه المؤسسه او وضع يدهم عليها. هو طبعا هم صعقهم ان رد الفعل كان شديد لدرجه دكتور صابر صبري والمحامي راح رفع قضيه بابطال قرار الوزير بالغاء قرار انهاء ندب عبد الواحد النبوي والمجموعه اللي هم بتوع دار الوثائق القوميه, وطلب من المجلس العسكري ان هو يتدخل وان هو يضع يده على دار الوثائق القوميه اللي تترك لها. وطبعا حصلت المظاهرات وطبعا اعتصام المثقفين يعني لانه كان في تخوف جدا انه هذه الجماعه تضع ايدها على دار الوثائق. وانا كان عندي تخوف بس من ايه بقى تحديدا؟ انا بص تخوف, بص هقول لك حاجه دلوقتي, علاقه العلاقه الاقليميه للاخوان في الوقت ده سواء مع تركيا او مع قطر او بخلافها الدوليه الموجوده في ذلك الوقت ده تقلقك. لانك انت ما لديك من وثائق في هذا الموضوع لا تضمن انها لا تخرج. بس القلق بقى اذا انت استطعت تسيطر على الموظفين بتوع الدار. قلت لك كان 174 واحد كنا حافظينهم بالاسم وعارفين كل واحد مكانهم فين وواثقين فيهم, لدرجه ان هو مره طلب يشوف حاجه فقالوا لا ما ينفعش. يعني هو لما طلب بعض الحاجات يطلع عليها ما سمحوش ليه وما ادوش ليه, لان احنا بقول في سلسله معموله في اجراء روتيني معمول كله بيلتزم بيه ايا كان هذا الشخص عشان تحرك وثيقه من مكانها داخل الدار لانها مثلا تخرج عشان تتصور او تترمم او يطلع عليها باحث. الاجراء ده بخلاف ان هو متراقب بالكاميرات وفي فرد امن موجود, بس في خمس ست موظفين بيمضوا على الموضوع ده عشان يخرج ومسؤولين عنه. مش سهله يعني. لا مش الامر مش سهل يعني انك انت تخرجها دي. فطلب خالد فهمي وقتها انه يشوف حاجه يشوف حاجه وقالوا له لا. بالضبط. لا هقول لك حاجه, احنا بقى كان كل قلقنا ايه اذا طالت المده لهم فانت ممكن تغير الناس طبعا, وبالتالي طبعا زي ما بيقولوا انه القفطان هو السلطان بقى. الله يرضى بعد شويه هيبقى هو الرئيس البتاع. لا وهيجيب الناس اللي احنا كنا عارفينهم وهيحطهم في الاماكن دي, وبالتالي هيبقى سهل انك انت في حاجات تتحرك. يعني هنا كان في تخوف بعد هم ما اخونوا الدار ان هم يبداوا يسيطروا على الوثائق ويبقوا هم نفسهم جابوا يعني احرار في التصرف فيها يعني. يعني هم جابوا واحد من اداب بنها مسكوا المراكز العلميه, وجابوا واحد من اداب بني سويف مسكوه دار وثائق وما دخلش المكتب. يعني ده شوف تخيل الثوره قامت عليه يعني. لا اللي حصل هو اعتقد طلع له جابوا في اعتقد في حدود 12 13 يونيو. فالمهم في الاخر انا لما يجوا يعملهم راحوا قال لك خلاص الدكتور عبد الواحد طالما مشي وما جاش خد حاجته فقفلوا المكتب شمعوه لحد ما نيجي نعمل له جرد. انا ما خدتش ما دخلتش المكتب بقى. ما دخل الاخ اللي جه كان بيديرها من الكافيتيريا. كافيتيريا كافيتيريا الضرب كافيتيريا الباحثين. احنا عاملين كافيتيريا ظريفه كده للباحثين, كان بيقعد على ترابيزه من ترابيزات كافيتيريا يمضي الورق اللي هو هذا الامر والاخ ده يعني. وانا الغريب انك انت لقيت ناس وعامله نفسهم مثقفين وكذا وكانوا اداه طيعه في يد علاء عبد العزيز. يعني انت لما تفاجئ يعني باساتذه وادباء واللي مسك رئيس هيئه الكتاب واللي راح وقتها طبعا جمال التلاوي اللي هو كان نائب رئيس اتحاد الناشرين رئيس اتحاد الكتاب المصريين نائب رئيس اتحاد الكتاب وكان استاذ في اداب المنيا. ده مسك رئيس هيئه الكتاب.
وفوجئت انك انت برضو في بعض الناس من المثقفين فوجئت انهم بيقولوا لا ادوا له فرصه ويعني ما غير واساتذة كبار يعني ما فاساتذة ناقد وفي ممثلين فبرضو فوجئنا ان كانوا يعني ميالين طبعا وفوجئنا ان هم ميالين بشكل كبير يعني وصعقنا في هذا الامر لكن الاغلب العام لا كان في ثوره عارمه ما احنا هنيجي بقى للايه للحراك لانه لما القرارات دي صدرت وكان في رد فعل عنيف من الشارع لانه صح الناس حتى يعني انا وقتها لما فاكر لما اتكلمت مع حضرتك انه كان في ناس كتيره جدا بتتكلم عن دار الوثائق ودار الكتب ومهتمين ويمكن هم ما عندهمش درايه كافيه باهميه دار الكتب دي بس الناس خايفه انه الاخوان يبقوا موجودين فيها بالظبط فعلا الحراك بدا وبعد شويه اعتصام المثقفين اللي هو بدا فيه 5 يونيو بالظبط يعني انت كنت بتتكلم على هو كان طلع قرار لخالد الاربع فهم. اللي هو اللي هو يعني كان انه قعد معاكم يوم 4 تاني يوم كان في اعتصام المثقفين كان في اعتصام المثقفين بالظبط انت شفت الحراك ده ازاي وكنت موجود على خريطته ازاي اولا هو طبعا احنا فكره ان كنت اكون في وجود في الدار واثناء هو وجوده قبل ما يطلع القرار ده كنا احنا ما مشيش من الدار دي الا الساعه 5 لانه كان حتى ايام بعد ما احنا مشينا كان بيبات في الدار بات حوالي 12 13 يوم بيبيت قعد بات في قلب المكتب وجاب اكله وشربه وهدومه وفضل بيت وبحجه ان انا بحمل مؤسسه واحنا كنا لكن الامن هناك لا احنا يعني في سيستم معمول وفي الجهات قاعده وعارفه وشايفه ومعدود عليه انفاسه يعني هو انت بتبات ليه ترى ما تروح بيتك انت قاعد ليه فهو قال لهم لا ده انا بايت عشان انا بحافظ على المؤسسه في والله الناس دي كانت بتتعامل مع مصر وكانها كشك سجاير يعني اي حاجه كده للاسف مش ان في مؤسسات وفي لا وبعدين انت بتقول نظام نهائي وبعدين انت بتقول استاذ جامعه يعني انت استاذ جامعه المفروض عندك قيم ومبادئ واشياء كثيره لا هي القيم كامل جماعه واهداف والولاء للجماعه ومخطط الجماعه فهو كان هنا الموضوع. فهو كان في بعد انتوا مشيتوا كان بيبيت في فكانت الفكره ان هو يعني انت يعني حركته محدوده ومعدوده ولا يستطيع ان يتنقل بسهوله ما بين الادارات يعني. طب انت شفت بقى الحراك ازاي يعني الاعتصام المثقفين هو خطورة يعني لما راحوا 5 يونيو وطبعا كان بهاء طاهر ومعاه مجموعه من المثقفين كنت قبل الالكو وسيد حجاب وسيد حجاب بالظبط في حياه اصلها فهم اول ناس راحوا بحجه المقابله الليلي وبعدين لا خلاص مش موجود احنا معتصمين ده كانت ايه احنا بدانا نقول في بقى يعني ايه في شويه هوا هنشمهم في حد يعني في نفس الناس هتاخده بالضبط فهيبداوا يخافوا وكشوا طبعا ده كان لما لو معتصم مكتبه راح خد مكتب في هيئة الكتاب في هيئة الكتاب على عبد العزيز لم يستطع ان يقترب من دار الوثائق ده الوزير ده الوزير واحتل رغم انه المكتب اللي قاعد فيه في هيئة الكتاب جنبكم جنبنا يعني في نفس مبنى واحد بس ده مبنى له مدخل مستقل وده مدخل مستقل وبالتالي بدا بس برضه هو يمارس بقى يعني عارف انا لما اكون اتخيل لمصر مصر بكل تاريخها ده ممكن يكون هو ده اللي يدير ملف الثقافة فيها فده كانت أزمة اللي كان محسك بالأمان إن التعاطف الشعبي مع حركة المثقفين بدأت تقوى ويعني إيه وكلها صدى ضخم وكبير وبدأ في إحنا طبعا عاوز أقول لحضرتك حاجة في كل ساعة في كل يوم إحنا كنا على تواصل كاملا مع يعني المؤسسات المهمة بحيث إن الوقت كامل هم قالوا وقتها إنه بلاش اللي هم قيادات وزارة الثقافة اللي يعني أنهوا انتدابهم أو أبعدوهم يشاركوا في الاعتصام عشان ما يبانش إنه كأنه اعتصام بسبب الإبعاد بالضبط يعني في ناس كتير كانت بتسأل طب هو فين قيادات وزارة الثقافة اللي تم إنهاء انتدابها واللي ابعدت واللي استبعدت من الاعتصام فكان في قرار من المعتصمين إنه حضراتكم اللي هو بالضبط. يعني الإخوان أبعدوكم ما تبقوش موجودين في الاعتصام فعلا ده اللي حصل فيه وهم احنا لما هم كانوا على تواصل معانا لما حدث هذا الموضوع وقالوا بص خلينا ايه نديرها بحيث حتى لا يظهر انها ايه انتفاضه من اجل الموظفين يعني فبالتالي احنا بس احنا مش موظفين لكن في كل الاحوال احنا صحيح يعني انتوا لا في النهايه اساتذه الجامعه ومثقفين ومشاركين في العمل العام بالزبط. لكن هي الفكره كانت كده وده انا كنت شايفها كانت وجيهه واحنا يعني كنا راضيين بيها وكانت ممتازه وده كانت جيدة يعني وبدأ الأمر يدار بشكل جيد لكن انت برضو
القلق كان موجود من ايه بقى؟ فكر يعني ايه، هل فعلا 30 يوم هتيجي وتعدي بسلام؟ يعني في 30 لكن سؤال مطروح. بالضبط. وكنا قلقنا، انت دايما بتبص على انك انت ايه الحاجه الضره اللي ممكن يعني يصيبها ضرر. انت ما تنساش ان احنا كورنيش النيل ده احنا كنا بنفاجئ واحد يروح جاي كده، حتى احنا كنا بنتصرف ساعات يقول لك وكل واحد زعلان من مراته يقطع علينا الطريق هنا في الكورنيش. انت اللي جوه ده نادر وصعب انك انت كنوز البلد. بالضبط. وبعدين واحد قاعد جوه ولور رجالته، يعني في مجموعه كانت شله كده ملمومه حواليه، وهم دلوقتي بالمناسبه في بعض منهم موجود بس نام برضو، دخل مرحله النوم تحت السجاده يعني ده في الـ في الـ في المؤسسه. موجوده طبعا. وفي منهم بقى اللي سافر بره، وفي منهم اللي يعني ما قدم استقاله ويعني لكن في الباقي اللي موجود يعني بدا ان هو يعني القلق ده كان مخليك متوقع انه تحصل 30 يونيو والناس تنزل، ولا كانت تصوراتك ايه؟ انا كل الضغط يعني قلق حاجه وانت بتتمنى حاجه. بالظبط. بص، انا كل قلقنا ان احنا عايزين 30 يوم تيجي في سلميه. تيجي في عدم احتكاك. قلقك انك انت ممكن تفاجئ انك انت اثناء المظاهرات او المسيرات لحد يدخل عليهم ويحصل في دم. كانت ازمه، كان تخوف. تخوف. وبعدين الدم ده انت ما تعرفش ممكن يصل مدى لفين ويتوسع ولا يتوسع. رغم طبعا احنا شفنا الجيش حركته قبل 30 يوم، يمكن اعتقد من 26 او 28 بدات في الدبابات تبقى موجوده على الطريق، او تامين الارض زي ما بيقولوا. وبدا يحصل في تامين بشكل بس، وانت ما يعني انت ما عندكش ملامح الموضوع، وقلقك عليها انك انت ما حصلت لما دخلوا على مبنى الحزب الوطني وحرقوه في يناير. ودخلوا على المتحف المصري وسرقوه. فانت هل ده يعني ممكن تحصل معانا؟ ما تضمنش. فدي اللي انت مش عالم الغيب، فبتقول يا رب ايه يسترها. ايه اللحظه اللي انت اطمنت فيها؟ طمنت فيها لما نزلنا كلنا 30 يونيو، بقى نزلنا ميدان التحرير. وبدات ان انا حسيت بقى انك كان قولي ظروف نزولك يومها ايه. يعني انا بالضبط احنا يوم 30 يونيو ده طبعا الاتفاق انك انت من الصبح مسيرات تصبح من كل مكان، كان من ده من عند وزاره الثقافه، واللي كان طالع من بيته. انا كنت في الوقت ده ساكن في فيصل، فخرجت من فيصل على ميدان التحرير مع مجموعه من الزملاء، وصلنا الميدان وبدانا اللي ايه ننتظر بقى 30 يونيو، عاوزين ايه القرار اللي يجي لنا يعني. ودخلنا ولقينا عملية فيها نوع من ايه، حسيت بالراحه، حسيت بالاطمئنان، حسيت بالونس يعني انك انت لا، وحسيت ان هي هتمشي كويس يعني ايه. لا ربنا حنين، بدات المؤشرات تبان بالنسبه لك. بالظبط، بدات تحس بالامان يعني ايه. لا وبعدين رغم انك انت اصابك القلق لما القطب السلاح عدت 48 ساعه. احنا كان عندنا انذار الاسبوع. بالظبط، اللي هو طلع يوم 23 وبعدين يوم 1 في انذار 48 ساعه. فالناس ما مش فاهمه ايه اللي حصل. طب ليه ما كنا خلصنا من 30 يعني؟ كانت ايه؟ لا برضو بيني وبينك انت يعني هتنزل يوم لا كانت فكره كان الاصرار على ان هم يمشوا وان الناس تتمسك وتفضل موجوده في الميادين. كان مهم جدا. بالظبط، هو مهم. بس عارف ايه، بس انت وانت في الحاله دي بتقول ايه؟ خلاص ما احنا وصلنا، مستعجل بقى. عشان عاوز تحس بالامان بقى يعني ايه، خلصنا من هذا الشر بقى وينتهي. فدي كانت اللي قلق عليها. وبعدين بكل سهوله انك انت يعني تحب بقى ترتيب البيت، فبرضو ال 48 ساعه برضو كانوا دول اصعب 48 ساعه. انا بعتبرها اصعب 48 ساعه في تاريخ مصر. ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن، الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوة تقصر في تحمل مسؤولياتها. وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاما عليها استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها
وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة. يعني مصر قامت عليها ثورات او جابت فيها ثورات ضخمه وكبيره، ما فيش فيها حصل فيها مول ال 48 ساعه ديت، يعني حتى في ثوره عرابي في 9 سبتمبر ما حصلش الكلام ده، 23 يوليو ما حصلش الكلام ده. فالناس برضو حست كانها 48 سنه. بالظبط، يعني الوقت بطيء بيمر بالظبط. طيب يعني وعايز اقول لحضرتك انه بورصه الشائعات في ال 48 ساعه دول جداً زادت جدا جدا. وبعدين انا كل قلقي انا بقعد اقول يا ربي يسلط الغباء على، لانك انت انا كنت قال ان هو انا ما كنتش عاوز استجيب للمبادرات، كانت في مبادره لا تدخل نعمل انتخابات جديده، لا نعمل استفتاء عليه. فاما انت لو عملت كده ما تنساش انك انت في مجموعه تانية هتلاقي يعني في ملايين كانت نازله مش هترضى بده بالظبط. فايه بتقول يا ربي صلى، انا قلت انا متاكد ان هم قالوا فرصه ومسكنا وركبنا مش هننزل الا بعد 500 سنه. فهي بيقول فبقول كده خليهم اياك غبائهم يستمر بهذا الامر ويفضلوا منشفين دماغهم بهذا الموضوع وما يتحركوش عشان بالاخر يبقى فيه قرار ازاحه. انت تعرف انه ملايين المصريين كانت دي دعوتهم ان هم يعني يفضلوا على غبائهم ده كده وما يدخلوش فكره الخداع والمراوغه تاني. طب يوم 3/7 لانه ده خلاص 48 ساعه اللي هم بالزبط. اصعب 48 ساعه وساعات القلق. يعني جينا اليوم 3/7 شفت البيان ازاي وفين وتفاعلت معاه؟ بص اولا البيان احنا طبعا كنا في ميدان التحرير، ما رحناش احنا ناحيه التحرير، ما رحناش التحرير. احنا كنا هي كانت شويه لينا اقرب يعني ايه، انت بتبص برضو لما هترجع ازاي ويعني ما هي متقسمه بالزبط. صح بالظبط. يعني التحديه لناسها والتحرير لناسه بالظبط كده يعني. فاحنا كان وسمعناها طبعا من التحرير، وده كان وده انا بعتبره كان اروع حل اخراج للازمه اللي احنا فيها. طبعا خاصة بعد ما عرفنا ان هو انطلب الكتات ما تيجي تقعد معانا ونشوف نحل لما صحيح. ما كانش فيه فكرة انه في ابعاد عايزين نحل وانه ان حزب الحرية والعدالة كحزب سياسي يبقى جزء من المعادلة بالزبط. مش هنستبعده، لكن هم اللي رفضوا. بص في كم مرة من المرات في تاريخهم مع مصر في يعني ربنا سلط غباهم عليهم عشان هم يرجعوا يعني بمعنى اخر في مرحله ضعف وسكون، الى ان شاء الله ما المره تكون هي الاخيره. يعني مثلا يعني بتاع 28 لما اتحركوا وبداوا ان هم يمالوا الملك فاروق وبداوا ياخدوا له خلاف مع حزب الوفد ومع الاحزاب، فبالتالي حصلت بقى اغتيال احمد مار وكل هذا والاغتيالات اللي تمت بعد كده. فهي جت انا قلت المره دي هم لو بيقروا التاريخ ولو بيشوفوا اللي هم مروا بيه واللي اتعمل فيهم في الستينات ديت، انا اعتقد ان هم لازم يعيدوا النظر في نشفان دماغهم. لكن كان في ناس الصكور منهم وهم اللي اصرهم على انهم يسيروا في هذا الامر، لا احنا جايين على المواجهه وفي الاخر المواجهه انا حمدت ربنا ان هي المواجهه تمت وان كنتوا خلاص يعني قفلنا الباب ولن تعودوا مره ثانيه. فشايف حضرتك انه يعني 3 يوليو ده كان الحل المثالي للازمه وخرج يعني ايه بنوع من الدقه والروعه في التفاصيل. رئيس المحكمه الدستوريه يؤدي اليمين الدستوريه بالمحكمه لانه ما كانش لسه ادى اليمين. وبعدين هو بقى رئيس مؤقت ويتبع فيه حكومه تكنوقراط وبعدين يتغير الدستور ونعمل انتخابات. فده كلها كانت امام العالم اجمع، ده رغبه الشعب. صحيح. العالم اجمع احنا اللي عايزين الكلام رد على اي دعاوى او على لانه انت القوات المسلحه. الحقيقه فضلت لحد اللحظه الاخيره بتحاول انه الامور تتحل في اطار التفاهم بين القوى السياسيه. وذلك انا فكره انك انت لا انا بيبقى واحد استاذ جامعه محترم مسلم دماغك للمرشد او الواحد يقول لك روح انت عارف البيئه بتاعتهم وانا طيع في المنشط والمكره. لحد النهارده انا اتصور ان يمين دلوقتي في ناس بتحلف على المصحف والمسدس لحد اللحظه دي صحيح. انا اعرف يعني ناس كانت حكت لي ان في ناس فعلا في ايام الثوره في شباب راح حلفوا على المسدس والمصحف ان هم مين معاهم. يعني معنى انك انت ليه دوله داخل الدوله؟ ليه انتوا مين؟ لو انتوا حتى دعوه يا راجل وبتكلموا على مكارم الاخلاق وعلى الدين وعلى كذا عمره ما طلب كده ولا عمر حصلت في انك انت تبقى جماعه من داخل النظام بالشكل ده. انت عاوز الحكم له طرقه، ألف حزب طبقا للدستور، ادخل الانتخابات، ما تخرجش عن القواعد الدستوريه. لا هم ألفوا الحزب وتمسكوا بالجماعه بالظبط. طبعا طيب خليني نتوقف هنا ونروح لفاصل، وبعد الفاصل اسال حضرتك
اللي هو بقى التحليل الثقافي لهذه الثورة. اوكي. يعني انه احنا بنتكلم على ثورة ناس كتير جدا بيصفوها بانها ثورة ثقافية، يعني ثورة كانت وراها فكر. خلينا نناقش في ده بعد الفاصل، وحضرتك عايز تضيف حاجة نضيفها بعد الفاصل برضه. فاصل ونعود لاستكمال توثيق هذه الشهادة على 30 يونيو ايام المجد والكرامة مع وزير الثقافة الأسبق الدكتور عبد الواحد النبوي. أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة على 30 يونيو أيام المجد والكرامة مع وزير الثقافة الأسبق الدكتور عبد الواحد النبوي. أهلا بحضرتك مرة ثانية. أهلا بك. احنا وصلنا لنقطة انه خلاص 3/7، وحضرتك شفت انه هذا هو الحل الأمثل للوضع اللي كانت موجودة فيه مصر. سألت حضرتك عن تحليلك لهذه الثورة من مدخل ثقافي، ناس كتير بتشوف انه هذه الثورة ثورة ثقافية. لكن قبل الإجابة على هذا السؤال يهمنا أعرف المشهد في دار الكتب والوثائق القومية بعد 30 يونيو. يعني في كده جراد دخل على الدار احتلها، عايزين يسيطروا عليها، أخونوها، جابوا الناس بتوعهم وجابوا المساعدين وقعدوا في الدار وانتوا خرجتوا. بعد 30 يونيو بقى المشهد كان عامل ازاي؟ بعد 30 يونيو والفترة لحد 30 يونيو ده، اولا كان في استغلال سلطات لرئيس الهيئة ده اللي هو خالد فهمي. في 4 كتب من كتب الخاصة، واستغلوا السلطة بتاعته في انه ادى امر لطباعتهم ضمن مطبوعات دار الكتب والوثائق القومية. هو كأستاذ تاريخ يعني؟ لا هو أستاذ أصول لغة. أستاذ أصول لغة كمان. أصول لغة. فطبع كتبه هو الخاصة في الهيئة. بدون بتجاوز أي لجان. في لجنة عندنا، في لجان كانت للنشر، وفي لجان في المراكز العلمية، لو حد عايز ينشر كتاب بيجيب المسودة بتاعته بنعرضها على لجنة فتقول ينفع إن احنا ننشرها. طبيعي. ويحددوا المبلغ بتاعه وكذا. هو بقى جاب ال4 كتب طبعهم بأمر منه مباشرة. وحدد المبلغ اللي هو يقبضه. ومن الغريب بقى ان هو بعد ما مشي من الهيئه انا شفته هو جاي قاعد في سكرتاريه مكتب رئيس الهيئه عشان ينتظر يحصل على المكافاه وياخد الفلوس بتاعته. الفلوس بتاعته على الكتب اللي هو طبعها باستغلال نفوذ مباشر. باستغلال نفوذ مباشر. يعني طب انتوا بتقولوا بتوع دين وبتوع قال الله وقال الرسول. لا هو هنا مش الدين، هو هنا الذوق. الذوق يعني. لا هنا والقانون يعني. ايوه يعني القانون انه انت راجل طبعت كتب بالمخالفه للقانون وجاي بعد الثوره ياخد مستحقاته الماليه. ياخد مستحقاته، ياخد النسخ. ودوله اصل احنا اصبح كتاب احنا هنبيعه يعني. فده كانت مضمن. الحاجة التانية ويعني طبعا من ضمن شاهد عليها ده، بعد مباشرة ذهب للدكتور صبر عرب وقال له عن السداد، هو جمال التلاوي، وقال له عن السداد ان احنا نكمل معاك واحنا ما عندناش مشكلة وهذا الامر. الدكتور صبر قال لهم شكرا جزيلا، القرار ان كل اللي جم مع الاخوان واللي هم منهم لقادوا منهجهم لازم يمشوا، والناس اللي مشوا هم يرجعوا. انا كان الدكتور صبر عرب رجع وزير الثقافه. هم كانوا بقى بيعرضوا عليه ان هم يكملوا معاه. الجميل بقى ان هو لما تعرف زي ما بيقولوا ان احنا عندنا في كده يعني لك الاحساس نعمه. لا حضرتك حاجه. لا ده في بجاحه بقى ثانيه. مفيش خالص. ان هو نفسهم لما هو قال لهم لا، هو عشان يبان قدام الناس ان هو رفض قال لهم لا، ده انا رفضت ان انا ارجع لانه رجع الناس اللي انا كنت مشيته. هو مش احتجاجا يعني. وان هو كتب الكلام ده على الصفحه بتاعته. يعني على صفحه الفيسبوك الخاصه بتاعته. لكن احنا شايفينه دلوقتي هو بيمارس حياته دلوقتي عادي، ويعني راجل ما زال يعني يهنئ اخوانه في كل حته ويبارك لهم ويدعمهم ويعني يعني يمارس نشاطه كاخواني بدأب يعني. هو بيمارسها كده يعني ايه متخفي، لكن يعني واضحه انها يعني مش ورجعتوا بقى مارستوا عملكم. لا طيب. وعملنا بقى جارد وتاكدنا وشفنا وتابعنا. ما خدوش حاجه. لا احنا اللي لا بص اصل كل ساعه النظام اللي كان معمول ما يتحلهمش ان هم ياخدوا. لكن انتوا كنتوا خايفين ان هم لو فضلوا وتمكنوا تبقى الوثائق في خطر. ما قدروش ياخدوا حاجه لان كان النظام هو كان جيد. وبعدين هم حصل رعب انك انت 5 هو يطلع له قرار 4/5 يونيو كان في اعتصام مثقفين وكان في هجوم شرس وكان في في حصلت مظاهرات قدام الدار بتطلب بسكوتهم وخروجهم من الدار، وبالتالي حصل ربكة ومش عارفين هم يعملوا ايه والامر تمشي ازاي، وخاصة ما بيسمعوا كل شوية يعني ما اللي بيحدث ليهم واللي بيحدث للمكتب الارشاد وقياداتهم وقياداتهم. فبالتالي
مش هيجازف بأي حال من الأحوال إن هو يخطو أي خطوة يعني قد تكون في حياته يعني، فأمر هيبقى صعب. طب هنا هرجع للسؤال بقى، لأن ناس كتيرة جدا كان وهم بيحللوا 30 يونيو وإنه هذه ثورة كانت لازمة لأسباب ثقافية ولأسباب حضارية تتعلق بهوية هذا البلد، وهذا الكلام حي. أنا بعتبر 30 يونيو مش قامت بس عشان الإخوان فشلوا أو هم فاشلين، ولكن قامت لأن أنت كنت قدام بلد بتتغير ملامحها تماما، بتترسم لها صورة تانية. تحليلك لي يعني لزومية هذه الثورة ولضرورة هذه الثورة إيه؟ يعني أنها كانت لازم تحصل. إحنا كمصريين شخصيتنا يعني سلسة، شخصيتنا لا تحتاج لتعقيد، شخصيتنا بتمارس الفن والأدب والثقافة والرقص، بتمارس كل الفنون الراقية. لما تيجي عقلية يعني ما قبل الجاهلية بقرون وتريد أنها يعني بالبلد كده تدير رقبتك إلى الخلف وتجعلك تسير بظهرك، فدي أزمة كبيرة لا يمكن أحد يرضى. هل أحد يقول لي لا ما فيش سينما، لا ما فيش مسرح، لا فن البالي مين، لا هم قالوا ده، هم قالوا ده. أصوأ هقول لحضرتك على حاجة، قبل ما يوصلوا للحكم يعني كان الكتاب اللي هم بيشتغلوا على الجماعات دول يقعدوا يرسموا سيناريوهات لو الجماعة دي وصلت الحكم هيعملوا ايه. هم لما وصلوا عملوا نفس الحاجات وعملوا بسرعة ضد جدا ضد الفنون بالظبط يعني ضد الحريات يعني هو ده ما اجداش نفسه فرصة مثلا سنتين ثلاثة أربعة يتحرك ببطء في انا كل قال ايه، وانا حمدت ربنا وعملوا كده، لان هم كانوا يعني ايه يسيروا الهوينة، لكن هم سريعا سيطروا على وزارة الشباب والرياضة، تذكر سيطروا على وزارة الاستثمار، شفناهم في احنا لنا لان ليه قرايبك واهلك وزمايلك وناس بيشغلوا في الزراعة وفي الري فبيتكلموا على اللي بيعملوه وكمان جم في الثقافة، فدي كانت الطمة الكبرى لما قربوا من دي تحديدا يعني ايه؟ يعني في مجالات كتيرة ومؤسسات ووزارات استسلمت بالظبط استسلمت لكن عند الثقافة لا، وعند الثقافة كمان، لان عارف دي بقى اللي هي الرقي الانسان المصري ان كده حب للموسيقى، حب للفن التشكيلي، حب للباليه، حب للقراءة، حب للمسرح، للفنون الشعبية البسيطة فانت تفاجأ تقول لا 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 احنا الميزانية كذا، فميزانية دار الكتب لا يجب انك انت تدعمها عشان تقول لك ده انا هحيي التراث بقى وانا بتاع تراث وهذا الامر، لا ده هي دخلت من ضمن القص فيها. بالمناسبة دي كان الرئيس مرسي كان طلب كتب من دار الكتب، بعض الكتب بيقراها وكانت معظمها كتب تراثيه وتفاسير وحاجات كده، اعتقد ده ممكن دار الكتب يعني، بس ما طلع لان انا كنت بسرعه عن الوثائق ساعتها من دار الكتب لكن فهم. لانه ده كلام نشر ان هو دي الكتب اللي هو كان مهتم يقراها يعني كتب في التراث وفي التفسير وفي يعني ما طلبش اي حاجه تتعلق لا بالسياسه ولا باداره ولا باقتصاد ولا حاجه. لا احنا اللي جانا مره بس هشام قنديل رئيس الوزاره وزار الدار، وانا كنت اللي صحبته في الجوله ساعتها، وكان هو جاي لان ايه بعض منهم الناس قالوا لا تعالى شوف، لان احنا في ناس بتاخد مرتبات قليله ومرتبات كتيره، فبيسالني هو ده بياخد كام وده ياخد كام، قلت له انا مش معايا الحسابات بتاع الناس دي مش ده بتاع الشؤون الماليه بتاع زرع مش مالي لكن تعالى شوف احنا عندنا عاوزين حاجه في الترميم، عاوزين حاجه في قواعد البيانات، عاوزين كذا، قال لا هنبقى نحل لكم المشاكل ده بعدين، وسابنا ومش بس يعني هو راح حد اشتكى له ان المرتبات فيها تفاوت، فانت تعالى شوف التفاوت ده، لكن ما جاش هو للدار لا مش جاي، ايه مهمه الدار دي، ايه الواجب اللي بتقوم بيه، لا ده ما كانش مهمومين بدي يعني فلكن انا وجهه نظري ان احنا او حتى انا قلتها مره، اذا استمر حكم الاخوان كنا سوف نلمس العمامات الافغانيه، يعني احنا كنا اسداء، هو العمامات الافغانيه دي هم مدرسة الإخوان، هو مين اللي راح هناك؟ الظواهري فده هو ده كل هو ده كلها الفروع بتاعتهم، وصحيح انه الظواهري كان جماعة جهاد لكن تواصل. من أرسلوه إلى أفغانستان كانوا الإخوان ومن سهلوا له الوصول للإخوان وهم كانوا على تواصل وتخابر معاه، قضية التخابر مع الظواهري نفسه فبالتالي هم نفسهم يعني أنت كنت أنت رايح في سكة اللي ممكن ما ترجعش منها فكر مصر المعروفة بسماحتها وطبعها. طب أسألك يا دكتور ده سؤال بكرره طول الوقت على يعني كل أصحاب الشهادات تحديدا من المساحة الثقافية أو الإبداعية المنتمين لهذه الجماعات، مش بس الإخوان يعني لمعظم الجماعات الدينية
ليه بيكرهوا الثقافة؟ يعني ليه بيكرهوا الفن؟ لأنهم محرمينه. يعني كراهية يعني تحريم، يعني كراهية تحريم هو بالنسبة له، وهو شايفين ان احنا يعني احنا اللي بنعمله ده فجر، يعني اللي انتوا بتعملوا ده تسمعوا موسيقى ليه؟ يا رجل ده الرسول دخل عليه لما كانوا بيغنوا بغناء ابو عاص وقال دعهم يا ابو بكر، كانوا بيغنوا وكانوا كان في موسيقى يعني. قال ما فيش يعني كل كتب، مين اللي قال ان الموسيقى حرام؟ مين اللي قال ان الغناء حرام؟ هم. وبعدين في يعني في تشدد بشكل لا تتخيله، وياتي على روايات مثلا في حديث معينه ويطلعها السماء ويجعلها عشان يتخذف هدف، هو هي دي وسيله من وسائل السيطره. انا اقول لك هذا حرام، تعمل هذا حرام، لا تفعل هذا حرام، وسيله اخضاع، اخضاع. فبالتالي بسمع كلامك لان انا بعتبرك انت اللي هذا لديك هذا العلم لدوني وناس. واحنا طب هو وعدهم كان من الازهر عشان ايه؟ لان هي دي الرأس الاخرى اللي هي بتقول لهم اللي انتم بتعملوه ده ما هوش موجود في الدين، ما هوش موجود في القرآن. انت هنا انت هنا مفروض الاسلام الوسطي وانت هنا متشدد المتشدد. فانت بالنسبة له لا، هو ده اللي انت بتقوله، اللي بيجيب له حديثه لا انت حديثه بتقوله غلط، او لا القرآن تفسيرك انت لا غلط، او قراءتك لها خطأ. فبالتالي هو مش عاوز حد يقول له خطأ، لانك انت هتهدم الهالة والصورة اللي مرسومة لدى اتباعه، اللي بالمناسبة اغلبهم يا ما بين دبلوم تجارة بلوم صناعة، والقليل جدا اللي فيهم يعني ايه، وذلك اغلب حتى الكتاب بتاعتهم ما بتلاقيش اللي هو دارسين العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية. لا ده هما يا اما طب يا صيدلة يا هندسة، بالتالي ايه الجرعة. ليه ما بيميلوش للعلوم الانسانية؟ هما لان بص، هو العلوم الانسانية لا يستطيع التفرد فيها. يعني هو بالنسبه لهم، وهي عاده لان العلوم الانسانيه والاجتماعيه ما فيش فيها مطلقات بالضبط. يعني الطب الهندسه واحد واحد بيساوي اثنين بالضبط، فهو متربي على السمع والطاعه فواحد واحد بيساوي اثنين بالضبط. العلوم الانسانيه يمكن مفتوحه شويه، الدنيا مفتوحه، اراء متختلفه وبتكون شخصيه وبتلاقي قدره على التحليل والابداع والراي ورسم صوره خيال واستخدام الخيال العلمي. يعني عارف في 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 ده مع احترامنا وتقديرنا اللي بيدرسوا العلوم الطبيعيه، لا احترم كل ده، لا بس جرعه العلوم الانسانيه، لكن هما بيميلوا ليها اكتر عشان ده الامور محسومه فيها. لا ده ما لا لا من غير كلام، ما زي ما تقول 1 زائد 1 يساوي 2. اما العلوم الانسانيه انت تقرا ادب وتقرا شعر وتقرا قصه وتشوف فنون جميله وتشوف مسرح وتشوف سينما. صحيح في تعدد اراء وتعدد افكار وتعدد فلسفات، ودي ميزه مصر. مصر يعني بص جامعت اركان الحضاره يعني، واهم ركن في ركن الحضاره اللي هو الجانب الادبي والفني ده. في ابداع، في تذوق، في شخصيه، والشخصيه طول ما هي بتتذوق الفنون والاداب شخصيه سامحه وسلسه وقادره على الابداع وقادره على الحياه وقادره على قبول الاخر، وما عندوش الكلام ده. طب ده يخلينا نروح لقضيه وهاخد جزء من شهادتك كوزير ثقافه. تمام. يعني حضرتك دخلت الوزاره مع حكومه الدكتور محلب الثانيه. تمام. مش كده؟ المقاومه، يعني انا هاخد من كلام حضرتك انه الفن، الادب، الثقافه، الابداع، الخيال، هو اللي لما الاخوان جم يصطدموا بيه وقعوا. بالظبط. سيطروا على وزارات تانية، ناس فئات تانية خضعوا واستجابوا وتاخوانوا، لكن لما جم عند قلعه الفنون والثقافه دي كان حصد. انت المواجهه بقى لهذه الافكار، يعني من خلال التجربه بتاعت حضرتك في وزاره الثقافه، من خلال رؤيتك، بالاضافه الى المعركه الصلبه. تمام. اللي هي بتاعه الجيش والشرطه مع هذه الجماعات، لكن في الجيش بقى جيش الثقافه. صح. المقاومه تبقى عامله ازاي والمواجهه تبقى عامله ازاي؟ بص انا اعتذر ان الدور انا حتى وانا كنت في الوزاره، وزاره الثقافه لم تعمل بقوتها الا باكثر من 20 ل 25% حتى وقتنا الحالي، حتى الان. حتى الان من 30 يونيو. من 30 يونيو يعني ده اعتراف مهم. مهم بلاش اقول خطير، لكن مهم ان وزاره الثقافه لم تعمل الا ب 20% من قوتها حتى الان. بالضبط 20%. من 20 ل 25% ده اقصاها. ليه؟ اولا دلوقتي احنا عندنا كم مسرح موجود في مصر؟ ده واحد. كام دور سينما موجوده في مصر؟ الانتاج الفني اللي موجود عندنا، نشرنا الكام روائي وكام شاعر وكام اديب، اختلطنا بالاقاليم وذهبنا لهم قد ايه، احنا انتاجنا الفكري على مستوى الترجمه للعلوم التي نحتاجها قد ايه. يعني نتكلم عن مسرح القومي، ممكن حد يقول لي احنا عرضنا كم مسرح؟ احنا انا فاكر انا اول ما جيت لقيته مقفول، كان في مشكله خاصه وحتى الرئيس قال لي ايه الموضوع،
كان حاجة خاصة بالإنذار والإطفاء بالمسرح القومي. المسرح القومي كان مقفول. كان مقفول. كان اتفتح. سألك الرئيس على الموضوع. الدكتور جابر كان فتحه وكان في جزء ما اكتملش اللي هو بتاع الإنذار والإطفاء, فالحماية المدنية أغلقته. فالرئيس سألني إيه سأل, قلت له في كذا, وكانت عبارة عن مناكفة بين اثنين موظفين من الموظفين الكبار في الوزارة. بس كده. أصبع عقده ده كذا. فقال لي ده لو عاوزين نمضي انا امضي. قلت له لا, ما الرئيس قالك لو لو عايزين نمضي انا, لو عاوزين امضي على الورق انا امضي. قلت له لا انا امضي. قال لي طب قلت له في حاجه ثانيه, وجبنا الفنان يحيى الفخراني عملنا مسرحيه رائعه اسمها ليله من الف ليله وليله. وكانت رائعه وافتتحناها وحققت اعلى ايراد في حضرتك. صحيح حضرتها وقتها. وحضرتك حضرتك تذكر الموضوع. فده كان من ضمن الحاجات الجميله. طيب فين بقى السلسله نمشي ازاي؟ دي حاجه المسرح ده, ده بتكلم على المسرح. المسرح فقط ده مسرح واحد. ده المسرح القومي. فين بتوع المدارس وفين طلبه الجامعات وفين ان هم يدخلوا؟ احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها المسرح الجامعي, بس ماشي يعني يجب ان انت تعرض ليه المسرح الجامعي ما يعرضش على المسرح القومي والناس تشوفه. ليه ما يعرضش على المسرح الطبيعي؟ ليه ما توصلش لانك انت, انا عملنا اتفاق بروتوكول مع وزير التعليم التربيه والتعليم وقتها الدكتور محب الرافعي ان احنا ناس من عندنا تروح تدرس موسيقى في بعض المدارس اللي موجوده, نعمل مسرحه للمناهج, ندير المسارح بتاعه وزاره التربيه والتعليم. يعني احنا حتى الان ما الثقافه تحتاج لجهد ضخم. اتنين, انا في فكره كنت بنفذها بس ما اديناش الوقت. خليني اقول لك صريح, يعني مصر ليه ما تعملش جائزه؟ احنا فكرنا وكنا بنعمل ده لان احنا شفنا جوائز اقليميه بمالغه الماليه. وفي الوقت ده احنا كان معانا فلوس. وحتى اللي انا اقول لحضرتك وزاره الثقافه السنه دي رجعت من ميزانيتها فلوس. رجعت من ميزانيتها فلوس. رجعت من ميزانيتها فلوس للدوله. ماشي, ولم تنفق كل الميزانيه بتاعتها كامله. هقول لك انا رحت وزاره الثقافه كان ميزانيتنا مليار 475 مليون جنيه. مليار 475 مليون جنيه. ماشي, وده وفي وزاره عدد تعداد العاملين بها 35000 ناس. 35000 يعني بياكلوا معظم الميزانيه. ورغم هذا رحت لقيت ان الناس ما صرفتش ما يقرب من 260 مليون جنيه. لما جينا نحرك كل احنا صرفنا حوالي 160 ورجعنا 100 مليون جنيه. مع انه الفن والثقافه والقوى الناعمه محتاجين ده. هقول لحضرتك احنا ليه كانت احنا عملنا استراتيجيه جديده, قلنا ما فيش حاجه اسمها نعمل قصر ثقافه ضخم, احنا نعمل حاجه اسمها بيت ثقافه. يتبني على بقى ناخد 1000 متر باي تبرع لاي حد, نبني على 300 على دورين اتنين يعني 600, والباقي دي تبقى مساحه يمارس فيها نشاط خارجي. كان تكلفه البيت ده في الوقت ده 2.5 مليون جنيه. حطينا ميزانيه مع الدكتور اشرف العرب وزير التخطيط وقتها ان احنا خدنا منه 750 مليون جنيه ل 350 مليون جنيه لهيئه قصور الثقافه بس. وبدانا ننشي هذا الامر. انا كنا حاطين سياسه انك انت لازم توصل لاخر. عملنا حاجه اسمها المليون قارئ, كنا بنوزع, عايز اقول لحضرتك حاجه, قصور الثقافه, هيئه الكتاب, دار الكتب, المركز القومي للترجمه, مجلس اعلى للثقافه, سنه المسرحيه, عندهم راكد من الكتب. احنا عملنا حاجه اسمها المليون قارئ, كنا شنطه فيها من 5 ل 10 كتب كانت بتوزع على القرى الفقيره اللي موجوده في اقاليم مصر مجانا حتى تكون ايه بدايه مكتبه. من انتاج وزاره الثقافه بدل ما هو موجود في بدل ما هو مركون في المخازن. في المخازن. نفس الوضع يعني انت في وانت عارف الموظفين ممكن يخافوا من المركز المحاسبات. بص في الاخر بتطلع قرار وزير ان هو كذا كذا, المليون قارئ هديه مجانيه من وزاره الثقافه من كذا كذا, ما عندك قرار تتساوي بالظبط. فانت بالنسبه صحيح. لك صحيح. لا انت لو عايز تعمل هتعمل. بس احنا ازمتنا الكبيره ان احنا دلوقتي ايه, يعني احيانا الناس بتبص على الكادات. انا جت فتره من فترات كل حد رئيس هيئة ورئيس مؤسسة بينظر ان هو ايه, انا عاوز انبه الوزير, فبالتالي ان انا مش مشكلة اشتغل دلوقتي في يعني كده نبقى اشتغل بعدين. هي يعني حضرتك شايف ان مصر تمتلك من القدرات ووزارة الثقافة تمتلك من القدرات غير المستغلة بالضبط, انه استغلالها ده مهم في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الافكار. انا 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 اتصور لازم مسرح القومي ده برنامجه سنوي. انا دولت الخمس نصوص اللي هيتمثلوا السنه دي, كل نص هيقعد شهرين اتنين وانا هريح شهرين. ماشي, يبقى شكرا جزيلا, وتبقى كل يعمل بروفات وبيجي, وفي ميزانيه صحيح في داخل يعني. لا في ميزانيه مرصوده من الدوله نفس الحكايه. انت لا يعني بص, هو الابنود جاي منين؟
صحيح. ولا يعني كل المبدعين كل عبقرتنا جايين منين؟ محتاجين مسابقات لاكتشاف المواهب وتقديمها داخل القاهره. في ده بيحصل بشكل كبير الوقت حتى كمان يعني الشركه المتحده بتعمل ده بشكل كبير في اكتشاف المواهب الفنيه والثقافيه لكن كمان جهد وزاره الثقافه مطلوب. وهقول لحضرتك حاجه، الاخطر كمان انك انت تتابع. انا اكتشفنا انا في احنا عملنا كنا بنعمل مسابقات حتى في الفن التشكيل وفي خلاف بس احنا هي شكرا سلام عليكم خلاص انت فزت يلا مع السلامه، ما حدش بيتابع حد. هي دي بقى اللي احنا وده العمل المؤسسي بتاع المزار. صحيح. يعني صحيح. يجب انها تمشي في هذا الموضوع. صحيح. يعني بشكر حضرتك جدا في الشاهد كنت معانا الدكتور عبد الواحد نبي وزير الثقافه الاسبق. بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. وشكرا لكم.